نقول إن شاء الله خلال يوم الجمعة إلى غاية بداية الأسبوع، خلال يوم الجمعة ننتظر إن شاء الله نسبة رطوبة عالية على الواجهة الساحلية الوسطى والغربية، مع كذلك رعود منعزلة خلال أواخر النهار على المرتفعات والهضاب وخاصة على منطقة الأوراس، مع احتمال بعض الزخات من المطر. أجواء مستقرة على الجنوب، درجات الحرارة في استقرار. خلال يومي السبت نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم إن شاء الله خلال يوم الأحد، ننتظر نفس الوضعية الجوية، نسبة رطوبة عالية على الواجهة الساحلية الوسطى والغربية، لكن دائما تواصل لرعود منعزلة على المرتفعات والهضاب، احتمال لبعض الزخات من المطر على منطقة الأوراس. كذلك خلال يوم السبت وخلال يوم الأحد إن شاء الله رعود ستخص المرتفعات، أقول مرتفعات الهجار والتصلي إلى غاية أقصى الجنوب، درجات الحرارة دائما فصلية مرتفعة خاصة على المرتفعات والهضاب وحتى على الصحراء الوسطى.